السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله طيب. حبيبنا الله يرضى عنك في الدنيا وفي الآخرة ويجعلنا وياك في الدرجة الأعلى. هل يجوز أنا علي دين لحد، علي دين لحد الأشخاص، هل يجوز أنني أقترض من البنك أو أخذ سلفة وأسدها؟ هل ستحبس؟ لا ده أنا هاخدها بالراتب، يعني اللي هي راتب هعمل سلفة من البنك عشان أسد الدين ده، دين أخذه من سلف من واحد يعني. افهم افهم يا عبد الرحمن الله، إيه؟ بقول أنت ستحبس ولا إيه بالضبط؟ لا هو مش سكنيش ولا حاجه، ده هو له دين عليه بس مش قادر يسدهوله. انت معرض للحبس يعني ولا ايه؟ لا 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 خلاص لا تقترض بالربا.